راح نتكلم في هذا الدرس عن أهم الأعراض في مرض السكري. طبعا أهم الأعراض هو التبول اللا إرادي، يتراكم السكر في الدم بدرجة كبيرة ويبدأ الخروج مع البول، حيث تعجز الكليتان عن الاحتفاظ بالسكر عند بلوغه حدا معينا. وعند خروج البول يكون كالإسفنجة يسحبه قدرا كبيرا من الماء، ولذلك تكون أول أعراض داء السكري هو التبول المتكرر بكميات كبيرة. والملاحظة عند الأطفال أنهم قد يبدأون بالتبول اللا إرادي وهم نائمون، وإذا استمرت هذه العملية دون علاج فإن أعراض الجفاف قد تظهر عند المريض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.